هنتكلم على حاجة اسمها الفيزيكال لينك اجريجيشن. طبعا دي فيتشر موجودة في الار تي ان هواوي ومهم جدا تفهمها. هي عبارة عن نوعين، يعني يا اما فيزيكال لينك اجريجيشن يا اما انهانسد فيزيكال لينك اجريجيشن. ايه الفرق بينهم وازاي بتشتغل وايه فايدتهم هيكون مضمون الفيديو ده ان شاء الله. طيب ايه الفيزيكال لينك اجريجيشن؟ هو عبارة عن حاجة بتجمع لي وصلات الميكروويف وبتبتدي توزع الترافيك عليهم كنوع من البروتكشن، وبتزود عندي الباند ويث. طبعا في اي بي ال اي وفي البي ال اي. ايه الفرق بينهم؟ الفيزيكال لينك اجريجيشن ده اقصى حاجه او ممكن يجمعها هو وصلتين مايكروويف مع بعض، لكن الانهانسد فيزيكال لينك اجريجيشن ده ممكن يوصل انك تجمع لغايه 16 وصله مايكروويف، بيبتدي يشغلهم كانهم باص واحد وبيبتدي يوزع الترافيك عليهم. في بروتوكول شبيه بيهم اسمه اللاج، هنعدي عليه ان شاء الله في فيديوهات جايه بالتفصيل وازاي نعمله كونفيجريشن. لكن ايه الفرق بينه وبين الفيزيكال لينك اجريجيشن؟ الفيزيكال لينك اجريجيشن ده بيعتمد على الباند ويث، لكن اللاج ده بيعتمد على حاجه اسمها الهاش ارجوريزم. ده الفرق بينهم، لكن البروتوكول كشغل هو وظيفته مشابه جدا للاج. ان شاء الله هننفذ بروتوكول الانهانسد فيزيكال لينك اجريجيشن على الار تي ان، هنعمل كونفيجريشن ل 4 بلس 0. عندي اربع وصلات اي اف، يعني اربع باث راديو، هفعل عليهم الانهانسد فيزيكال لينك اجريجيشن وهنعمل كونفيجريشن مع بعض في نهايه الفيديو. طب تعالى نحكي الموضوع بيمشي ازاي اما بفعل البروتوكول ده. لو اتكلمنا عن فائدته الاول، بيوزع الترافيك على الباند ويدث اللي موجوده عندي بالتساوي وباحجام ثابته. طبعا هيزود لي الباند ويدث، هتزيد عندي، هيبقى نوع من البروتكشن. لو اي وصله مايكروويف حصل فيها مشكله بيبتدي ينقل الترافيك على الوصلات التانية. البروتوكول ده بيشتغل ازاي؟ الفيزيكال لينك اجريجيشن بيبقى عباره عن مديول بياخد الترافيك الاول وبيعمل له عمليه انكابسوليت، بيغلفه الاول وبعد كده يبتدي يوزعه على وصلات الراديو او المايكروويف اللي انت عملت لها اكتف للبروتوكول ده، بيبتدي يوزعها باحجام متساويه. وطبعا في الفيسنج بيكون برضو البروتوكول مفعله وبيبتدي يعمل دي كابسوليت. طبعا انا لو شغال 4 بلس 0، يعني عندي اربع لينكات او اربع وصلات اي اف شغاله، بيبقوا شغالين كلهم، انا بالتالي بستفاد بزياده الباندويث والبروتكشن اللي موجود. فافترضنا ان في باث راديو حصل فيه مشكله مثلا بسبب امطار او اي حاجه وابتدت ان الوصلة ديت يحصل فيها مشكلة، فبتبتدي على طول يروح رسالة اسمها الـ OAM، دي بتتبعت لـ Enhanced Physical Link Aggregation وبيعرفوا ان في وصلة حصل فيها تغير في الباند ويدث بتاعها، مثلا الـ RSL علت ما عادش في اتصال، فبيبتدي يمنع تدفق الترافيك على الوصلة ديت اوتوماتيك ويوزعها على الوصلات اللي ما فيهاش مشكلة. طبعا لو الوصلة ديت بدأت ترجع لطبيعتها بيروح له برضو رسالة ان الوصلة بقت تمام، يبتدي يشغلها اوتوماتيك ويبعت لها الترافيك. يبقى ده باختصار فيزيكال لينك اجريجيشن، وتعالوا كده نعمل كونفيجريشن له ونفعله على كارتتين اي اس ام 6 في الار تي ان ونشوف هنعمل لهم كونفيجريشن ازاي. هنفتح من كونفيجريشن، هنلاقي في حاجه اسمها فيزيكال لينك اجريجيشن، هنبتدي ندوس نيو. طبعا هنا بيطلب مني البي ال اي اي دي، بعد كده هتختار البي ال اي تايب، هل هي بي ال اي، هل هي فيزيكال لينك اجريجيشن ولا اي فيزيكال لينك اجريجيشن. وعرفنا الفرق بينهم، قلنا ان البي ال اي ده بيربط وصلتين بس،
لكن لو عايز وصلتين اي اف، لو عايز اكتر من كده بتختار الاي بي ال اي. بعد كده هتبتدي تحدد كارتات الاي اف. طبعا بيكون انا عندي هنا كارتتين اي اس ام 6، يعني في كل كارتة خارج منها بورتين اي اف. انا هنا بحدد اولا البوردة المين، البوردة المين ببتدي احددها له، وبحدد بورت المين كمان. يعني انا باخد اول بوردة مثلا، اخد منها اول بورت، ده هيكون دي البوردة المين وده البورت المين. بعد كده التلاتة بورت اللي فاضلين هيبقى فاضل معايا بورت واحد في المين، والبوردة التانية هتبقى سليف كلها بالبورتات بتاعتها. كده في التابة ديت هبتدي احدد البوردة المين والبورت المين. بعد كده تحت كده هبتدي احرك البورتات دي كلها للجزء اليمين، انا بحددهم له ان دول سليف. انا كده وزعت البورتات السليف وحددت له البورت المين، فكده كله تمام. بعد كده هبتدي ادوس اوكي. بعد كده هيعرض لي الكونفيجريشن. الصوره اللي قدامك ديت بتبين لك اللي احنا عملناه. انا كل اللي انا عملته فعلت البروتوكول وحددت له البورد المين والبورت المين، والباقي كله سليف. الشكل ده بيبين لك اللي احنا عملناه باختصار. بروتوكول مهم جدا ومهم تعرف فايدته ايه. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على بروتوكول اللاج، مهم جدا، وهنتكلم على ترافيك تي دي ام. ده بوست انا عامله عن موضوع فيديو النهارده اللي هو انهانسد فيزيكال لينك اجريجيشن على موقع هواوي انتربرايز سبورت كوميونيتي. الموقع ده مهم جدا، هتلاقوا معظم الفيديوهات الجايه مضمونها هيكون ملخص هنا في بوست، لو حابب ترجع وتقراه. البوست بيعدي على تكنيكال سبورت في هواوي، بيراجعوا كل كلمة فيه وبيتأكدوا ان المعلومات صحيحة وتمام، ما بيسمحوش بنشر اي حاجة يعني. فالموقع موثوق فيه، فياريت تعمل اكاونت عليه وتعمل له فولو وتتابعوا البوستات عليه. اشكركم، انتظرون الفيديو القادم.